السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمتابعين العزيز ديالنا ديما جديد كيف العادة. اللهم بارك. هذا مرة من مدينة فاس، رجل بلجيكي نورماندي الشاروني، أحسن لراس بالنسبة للتسمية. كيتباعو جملة، هانتوما شوفو تبارك الله لاطي ديالهم. ها النورماندي الشاروني، رجل موجه التسمين، دخلو ربطو بدا، ساعة زوينة مداوية. هانتوما الوقفة، كاين الموبيليار بلجيكي الشاروني نورماندي، كيتباعو جملة كيما قلتلكم. الثمن ديالهم هو 11500 درهم الواحد جملة، يعني 1,030,000 راغي مولاهم فيهم. هانتوما شوفو تبارك الله، سلعة زوينة، قطعة خيرة، اللي بغاها ما يكون غير خير ان شاء الله. هانتوما الشاروني الموبيليار النورماندي البلجيكي كيف العادة. ما تنساوش تشتركوا معنا باش يوصلكم ديما الجديد، دعموا القناة ديالنا. واللي باغي يبيع شي سلعة مرحبا به، ما عليه الا يصور فيديو ويصيفطو لينا في الخاص ونحطوه في القناة ديالنا. ونخليكم الحلقة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.